السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، كي دايرين؟ بخير، هاني كل شيء مزيان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وإن شاء الله مرحبا بكم في فيديو جديد. غادي يكون اليوم فيديو على حساب سيلندر زوريجين ديال الصانية والكلاس ديالها وبيبروكان، وغنشرحوا على حسب التفاصيل اللي كاينة وشنو المشكل اللي كاين في البيست اللي تكون في الصانية زوريجين إلا ما رديتيش مع البال، وعلاش خصك تبدل بيبروكان، وعلاش خصك تبدل حتى البيستون إلا فاتا أصلا أنت كنتي درتي الباك ديال الصانية درتي فيه السيلندر وكلاس وكابيراتور. وهذا هو التفاصيل اللي غادي نشرحوا في هذا الفيديو. ما تنساوش الا كان عجبكم الفيديو دير ريجيم وبارطاجيو، ولا كنت اول مره تفرج ما تنساش. وي كيما تعرفوا الاخوان، هذا هو السيلندر ديال الصانيه، وهذا هو ديال 125 اللي هو شرحناه في الفيديوهات، وهذا هو السيلندر هذا ديال 110 قصيره. والفرق اللي غادي نوريكم انا في هذا السيلندر هذا وهذا راه كاع نفس الطول، هادو الجوج هادو ديال ناكاطا وديال الصاني راه قد في الطول، هادو نفس الطول نفس كلشي على حسب العبار ديال هنا، وكلشي نفس الجوان نفس كلشي حيت كلهم 70، ولكن في البيستون كاين الاختلاف. داكشي غادي نشرح لكم هذا ديال السيلندر الصاني شحال واحد تركب هذا السيلندر، هو الكراس ديال الصاني، الصاني دوريجين نتفاهمو. هذا السيلندر ديال الصاني دوريجين، ها هو باش يقول شي واحد ماشي دوريجين ولا شي حاجه، ها هو تيجي هاكا وفيه هذا هو اللي فيه 11 11 1، ها هو. وحاجه واحده اخرى اللي غنشرح لكم، هذا بيستون ديال 110 الفري، وهذا 110 تي ديال السيلندر، هو هذا 110 كلهم 110. الاختلاف فين كاين؟ هو في البيستون ديالو، شتي الاختلاف فين كاين؟ نعم الخوت كاين في البيستون، شتي هذا قداش وهذا قداش، هذا الكرج هذا نتمنى يتبان الصوره. هادشي علاش نقول لكم ضروري خصك تبدلو بيبروكان، راه اي واحد عنده صانية غادي يجيب هاد البيستون هذا اللي فيه هاد الحاشية ناقصة، حيت بيبروكان ديال صانية تيكون طوال كتر من القياس، داكشي طول وتيرقصو، داكشي اللي طول في البيب فاش يقولو ليه في البيستون في البيبروكان تيرقصو عليك من البيستون، والبيستون هو اللي تيعطي في السيلندر هو تيطلع وتينزل. فهمت الاخوان؟ دابا ها هو سونديز فري شتيه، ها هو الكرش فيه طالع تا لافان شتيه، ها هو وصانية شفتي الكرش ديالو قداش والو، راه غير الا كان شي حراره كثيره تيبلي تقب هذا البيستون هذا من هنا، حيت ما كاينش الالومنيوم زايد كما هذا. فهمتوا الاخوان؟ دابا نتمنى تفهم الرساله مزيان. وانت الا بغيتي تركب 125 هذا ديال الاويش ولا ديال ناكاطا 125 حتى هو خصك تنقص البيستون، داكشي علاش شفتو شحال من واحد تيركب تيبركب ولا شي يقولوا لي الصانية تيبركب لها السيلندر ديال الاويش 125 قصير، ضروري خصك تقص البيسيون، قص البيسيون صافي ما بقى عندك والو، بحال هذا التخيط بحال راك غادي على 70 ولا غادي على سميتو 50. وداكشي علاش تنصحكم من الاحسن ما تاو الا بغيت من الاحسن الا بغيت تركب الباك ديال الصانية ركب معاه بيبروكان، الباك ركبو معك معاه بيبروكان، ماشي تركب غير السيلندر وكيراسو كابيراتو ولا تصحابك ركب شي الباك، راه الموتور عندك واخا كاع يقول لك راه الباك فيه كيراسو سيلندر وكابيراتو راه باقي عندك الموتور راه معمول غادي يقعد، او خا كاي غادي قلت لك 80 90 ما غاديش داك الموتور كي ديسكاتر ليام تعاود يفشل لك الموتور. داكشي علاش اخويا تنصحك الا فاتا اصلا انت شريتي سيلندرو كي راسو كابيراتور وبديتي تعتق الموقف، بديتي تشري حاجه وحده، بديتي تشري بيستون سون ديسكو هذا وبيبروكان، الا كاع انت اصلا طريتي وطريتي نقولو كميتال كهذا هو مثال اللي تنقولو طريتي شريتي سيلندر وبيبروكا شريتي سيلندر اوكيلاس وكابيراتور وبديتي تعتق الموقف، دابا سهل الحال بتشري بيستون خو هذا باش شوف تدي السيلندر وتعبر عليه، بغيتي تعبر عليه البيستون ما يكونش مصير، وتشري بيبروكان جديد ديال الصانية ولا كما كانت. المهم كاين صانية كاين عطا الله كاين ستوندار كاين ناكاطا كاين عطا الله اشكال انواع في الشركات، المهم ديال الشركات اللي المهم مزيان ومهم تيق فيهم انت اللي قال لك السيكليست. المهم هادشي الاخوان بغيت نشرح لكم، راه الا بغيت تركب اوتي الا بغيت تركب سيلندر 125 حتى هو كذلك خص ضروري تركب معاه بيبروكان. المهم الاخوان بلا ما نطول عليكم في الفيديو، نتمنى الفكره توصل، هادشي اللي شرحت لكم هاد الفيديو واخا درتو صغير ولكن نتمنى الفكرة اللي هي توصل ان شاء الله، ونتمنى هاد الفيديو الى الاعجاب ديالكم.